ايه ابرز الملفات اللي هتكون حاضره على هذا طاوله هذا الاجتماع في ظل كل هذه التحديات؟ تمام، في ظل التحديات الموجوده طبعا، يعني الموضوع كبير قوي فيما يخص التحديات، لان احنا شهدنا من بعد ازمه كوفيد 19 مجموعه من الامور اللي اثرت على العالم بشكل كبير. ابرز الموضوعات اللي هيتم تناولها، احنا عندنا حاليا في الوقت الحالي عندنا في ازمه نمره واحد في تفاقم حجم الدين العالمي. تمام، كل الدول بشكل يعني مش عايزين نقول يعني بلا استثناء، ولكن هي بحجم كبير، في حجم كبير من الديون. احنا عندنا حجم الديون اللي موجود بنتكلم في حوالي اكتر من 247% من حجم الناتج المحلي الاجمالي. ده الفايل الاول اللي هيبقى فيه مناقشات على طاوله الاجتماعات الربيع، نمره واحد. نمره اثنين، احنا في عندنا ايشو تاني وهو النمو والتنميه. ملف النمو والتنميه ده من اهم الامور اللي يعني هتتوجه اليه الاجتماعات، لان احنا عندنا في ظل ارتفاع معدلات التضخم ومسلسل رفع الفايده اللي بيتم اتخاذه من العديد من البنوك المركزيه في الوقت الحالي، ده من الامور اللي هتبتدي دلوقتي يعني كل الدول بتبص ليها. انا دلوقتي مع مسلسل رفع الفايده اللي انا بتخذه كسياسه نقديه، هل ده هيكون هو العلاج لاحتواء معدلات التضخم؟ وده من اهم الامور اللي لازم يكون ليها حلول، لان احنا مش هنفضل طول الوقت معتمدين على السياسه النقديه لوحدها. هي بتعالج على المستوى القصير ومتوسط الاجل، ولكن في امور تانية يجب ان تكون موجوده لحل مثل هذه الازمه. إن زي ما اكدنا ان السياسه النقديه مش هي الحل الوحيد. تمام، من ضمن الامور التانية حاله طبعا ارتفاع ثالث نقطه او ثالث محور يعني يتم تناوله من خلال الاجتماعات، هيكون الخاص ب حالة عدم اليقين اللي احنا بنمر بيها في خلال من بعد طبعا تكرار الازمات، حتى وصلنا لازمه حرب الروسيه الاوكرانيه وما شاهده العالم من ارتفاع في الاسعار واللي اثر برضو على التضخم. فدي تقريبا هتكون الثلاث محاور الرئيسيه اللي هيكون فيها نقاشات الاجتماع. طيب حضرتك اتكلمت عن مساله ارتفاع اسعار الفايده عالميا والسياسه التشدديه النقديه، جنبا الى جنب مع المسار المتصاعد في الحقيقه من التضخم. هذه التحديات ايه اللي ممكن يخرج من توصيات للتعامل معها؟ ابرز التوصيات اللي ممكن يعني او ابرز الحلول تحديدا اللي ممكن نبص ليها، زي ما قلنا احنا مش هنفضل طول الوقت معتمدين على السياسات النقديه، لان احنا لو جينا بصينا بمثال بسيط في الفدرالي الامريكي، هو خلال الفتره اللي فاتت او خلال العام الماضي كان في 8 جلسات لرفع الفايده وعقبهم في ارتفاع بسيط في العام الحالي. طيب هو كان معدل التضخم كام في امريكا وبقى كام؟ احنا كنا بنتكلم في حوالي 7% بنهايه 2021، خلال 2022 وصل التضخم لغايه تجاوز 9% تحديدا في شهر يوليو، بعد كده ابتدى ينزل بمعدل بسيط لغايه ما وصلنا تحديدا دلوقتي بنتكلم 6%. طيب انا لما هاجي ابص بقارن، مش بقارن يعني اشهر تحديدا، لا انا ببص السنه اللي فاتت والسنه دي، احنا بنتكلم في 1% تقريبا فايده نزل. طب قصادهم انا رفعت فايده قد ايه؟ صحيح، نتكلم 5%. فالرقم 5% ده كان رقم كبير جدا، وده كان ليه عوامل كتير مؤثره. اولا انا هنتكلم على دولة الفدرالي الامريكي او امريكا تحديدا، جذبت اغلب الاستثمارات ناحيتها، لان لاحظنا كمان كان في ازمه ثلاث بنوك اللي حصلت، ولاحظنا ان كمان كان في مؤسسات تصنيف الائتماني خفضت النظره هنقول للقطاع المصرفي الامريكي بدل نظره مستقره الى نظره كانت سلبية. بدات تنتقل لاوروبا كمان، ابتدت تنتقل للبورصات في اوروبا وبنك واحد في اوروبا، ولكن ابتدى البنوك المركزيه تتدخل، وده كان لازم يتم بشكل كبير من خلال الفدرالي الامريكي ان هو يتدخل عشان يحتوي الازمه دي. وبالتالي هنا مع ان انا هفضل بقى معتمد على يعني اداه واحده من ادوات السياسه النقديه اللي هي رفع معدلات الفايده، ده مش هيبقى بالشكل المطلوب خلال الفتره المقبله. وده كان واضح جدا في الاجتماع الاخير في الفدرال الامريكي، لان هو كان بيقول انا اكسبكتد متوقع او انا هرفع الفايده 50%. اول ما حصل اول الم اللي هو او ذا فيرست بين اللي هو الثلاث بنوك ابتدوا يحصل فيهم مشكله، قال لا ده انا مش هرفع نص، رفع ربع بس. يعني توقعاتك للقرار القادم تثبيت؟ الفكره القرار القادم قد يتوجه للتثبيت، وان كان في زياده مش هتكون برضو ازيد من ربع، لان هم عندهم كونسبت انا مستمر في السياسه التشدديه، مستمر في السياسه التشدديه. طب لغايه امتى؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. هنا لازم القطاعات الثانيه تكون موجوده، لازم يبقى في حلول على مستوى السياسه الماليه تحديدا. السياسه الماليه يعني عندنا واحد ضرائب، عندنا جنب الضرائب عندنا في شفنا هنا في مصر مثلا ابتدت الدوله تبتدي تنزل بعض هنقول الاعانات من خلال البرامج اللي موجوده، تكافل الكرامه وخلافه. طيب بلس ان انا هنا ابتدي ااجل بقى الضرايب، يعني انا مش لازم يبقى طول الوقت في معدل ضريبه عاليه، يعني حتى لو بصينا لامريكا تحديدا هنلاقي عندهم قانون الضرايب الامريكي ده فظيع،
بيؤدي الى يعني بيكون تنفيذه يعني اقوى من الدول الثانيه. هنا احنا في مصر مثلا لما نيجي نتعامل مع ملف الضرايب هنبتدي ناجل الضرايب، وده كان واضح برضو من السياسات اللي احنا بنتخذها هنا في مصر. ابتدينا كمان نقسط تنفيذ الضريبه، ابتدينا كمان نرفع يعني الحد الادنى للاجور. بمعنى ايه؟ انا لو كنت بحصل ضرايب بنسبه كبيره، لا انا قللت يعني زودت الشريحه الضريبيه على اساس ما اخدش ضرايب كتير على المؤسسات والمواطنين، عشان يبتدي يحس ان هو في ايده كاش يبتدي يواجه بيه التضخم.